ازيكم يا بنات واهلا بيكم تاني في القناة. النهاردة احنا قاعدين عند مستضيفاني نورة. نورة عرفي نفسك لو سمحت. ما عنديش اي حاجة مهمة خالص, بس هو بحب الميك اب بس ما بخرجش بيه, يعني بحب اقعد اعمل كده في البيت واتصور. نورة مهندسة ايوه, فعندها حس فني. بس ما حدش سالني على اي ماركه او اي حاجه, لان اختي هي اللي بتقوم بعمليه الشراء وانا بس ان انا احط. بالظبط. اوكي, فانا كنت نفسي نوش تعمل لي ميك اب ونجرب, وانا عشان بحب الاخضر فلبس حاجات الوان. انا القميص يعني انا اللي قلت لها البس القميص ده عشان انا بحبه. وجربنا بقى حاجه يعني غير معتاده, عملنا ميك اب اخضر. فالناس اللي بتحب الالوانات والحركات كملوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا عملناه ازاي. ونوره كانت بتعمل فيديوهات في يوم من الايام واعتزلت المهنه, بس هي فيديوهات غير هادفه تماما, هي كانت كلها كوميديه مش عارفه, ممكن يبقوا في ناس عارفاه الله اعلم, ممكن. اللي هو التريقه بتاعه الحواجب والكونتور كنتر. هسيب لكم اللينكات الفيديوهات تحت والاكونت بتاعها, واعملوا لها فولو وشوفوا الفيديوهات كده وقولوا لها رايكم ايه. ومش عايزين نطول عليكم, لو عايزين تعرفوا احنا عملنا الميك اب ده كملوا الفيديو للاخر, وما تنسوش اهم حاجه تعملوا لايك, تسيبوا لي كومنت برايكم, تعملوا سبسكرايب وتدوسوا على علامه الجرس علشان يوصل لكم اشعار او نوتيفيكيشن كل ما ننزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدا. مفيش اي حاجه. حتى عايزه تعملي ميك اب ايه بقى؟ ميك اب ايه مش عارفه. بصي, وانا دايما كل حاجه سامبل, عمري ما عملت حاجه غامقه. يعني عايزه غامق ولا الوان؟ بني اسود ولا الوان جريئه؟ انت رايك ايه؟ انا اخر مره عملت بينك, ده البيبي بينك, كان ده كان بالنسبه لي حاجه فاقعه اول مره اعملها. طيب جربتي الازرقات الاخضرات؟ لا جربتش. ممكن نعمل حاجه منهم؟ ممكن. اوكي, ازرق اخضر. انا بحب اللون الاخضر اساسا. طيب خلاص يبقى اخضر. هستخدم لها فاونديشن لوريال انفاليبل, هستخدم لها كونسيلر من اسنس, بعدين هثبت الوش كله بباودر من فلورمر. استخدمت لها قلم حواجب من جولدن روز وثبتت الشعر بمسكرة حواجب من اسنس. هستخدم باليت نيكس, هاخد اللون الاخضر الفاتح ده وهوزعه على كسرة العين. هستخدم اللون الاخضر ده على الجنبين في الانر كورنر والاوتر كورنر. طب قولي لي كومنتات من اللي انت كانت بتجيلك وما بتنسيهاش, سواء وحشه او حلوه يعني. اسمع بس اللي انت حطاه. يا واضح انه كان سؤال. ما هو انا بخاف على عيني بعدها. روتين البشره, انا اساسا ما عنديش بشره. يوم اغسل وشي بالغسول ويومين لا. فما يسالوني بقى ايه روتين البشره يعني بتعملي ايه؟ بتعزه تنطمي. بضحك يا جماعه, انتوا ممكن تكونوا تعملوا حاجات احسن مني. في اول ما نزلت خالص ترسمي حواجبك ازاي؟ وعملت يعني مش متمكنه لدرجه ان انا اعمل فيديو وانزله بكل ثقه يعني. فبعته للي هم سالوني. اوكي. وانا بالنسبه لي طريقه رسم الحواجب بتعتمد على الفرشه الكويسه. اوكي. يعني ما اعرفش ارسم بفرش امل الصغيره. اتعودت ارسم حواجب بفرش كبيره. أوكي. الفرشه اللي هي المشطوفه دي. بس كبيره بتاعت بادي شوب. قايله الادوات اسالك اسمها ايه؟ وتبقى في الكومنت اللي فوقها الصوره بتاعت الروج. اوكي, بس انا عايزه الروج. بس انا عايزه احطه في الكومنت. معلش ابعتوا لي انا مخصوص تاني. وبعدين من باليت هدى بيوتي هستخدم اللون, هو زيتي نحاسي. لا هقولك حاجه من الكومنتات اللي هي الصعبه يعني. انت تبقي داخله يا بنات ايه رايكم مش عارف ايه, تدخل واحده تقولك ايه اسم درجه الروج ايه والاسم الماركه, تمام؟ هي ما تدخلش بقى تقولك لو سمحتي او اي حاجه, كانه فرض قاطع عليكي. اوكي, ان انت تردي. لو ما ردتيش يبقى انت شريره بقى. لا ما تردي ما تردي, انت مش شغال عندي. ما تردي. مره ما خدتش بالي من كومنت ورديت على بقيه الكومنتات. بس انت كده اتهزقت تهزيل يعني. انت شايفه الكومنتات كلها ورديتي عليها وجيتي على الكومنت, يعني هو انا اعرفك عشان ما اردش عليك؟ لا, وفي كومنتات بتطلع فوق وبالذات في الجروبس والحاجات ديت,
في حاجات بتطلع وحاجات بتنزل مش زي كانك مثلا كاتبه حاجه عندي في البيج بتاعتي انا بالظبط. ما بيجيليش نوتيفيكيشن, ما جاليش نوتيفيكيشن فعلا لما اتهزقت بقى قلت لها والله ما شفتش, قعدت ادور على الكومنت مخصوص ورحت رديت على الكومنتين فاهمه. طبعا هي كانت زعلت خلاص. مالي يا سمك يرضى على في مثل لبناني ولا سوري, اللي بيزعل يرضى لحاله, اللي بيزعل بكره يرضى واللي ما يرضى بكيفه. لا ده بقى احنا هنخش الخليجي. احنا كده انت بتقولي اي كلام على ناس مرضى ودنيا اكتر من سخيفه. ايه ده ده ايام الماسنجر فاكره لما كنا نكتب بيرسونال مسج. اوكي لا انا كنتش بكتب الحاجات دي. ده يا لهوي انا كنت هارت بروكن 24 ساعه مش عارفه ليه, مع اني ما كنتش هارت بروكن ولا حاجه بس انا هارت بروكن. وانا انا مش نكديه تمام وما بحبش النكد. اوكي بس ما بسمعش اغنيه فرحي بسمعش. لا انا كنت زمان كده بس دلوقتي الحمد لله عقلت وما بسمعش نكد خلاص. لا انا لسه تامر عاشور البوم فلالة لسه ما طلعتش منه. والله شوف الراجل عمل كام البوم بعدها وانا ما طلعتش. بس هو تامر عاشور الصراحه ملك الكآبه والحزن, ويعني مهما يعمل مش هننساله اللي هو طبعا عمل. ورامي صبري, رامي جمال. انا رامي صبري لسه واقفه عند كل منسى ما بمشيش. شوفي عمل بعدها ايه وانا لسه ما بمشيش من الالبومات دي. لا بس انا بالنسبه لي النكدي رقم 2 بعد تامر عاشور رامي جمال. لا نكدي وهو صوته كده تحس ان هو يعني انا مصدقاك ان انت مصدقك. في حاجه عمل فيك كده خلاص. لا ما الالبوم الجديد ما عجبنيش او ما اعرفش ما سمعتوش كويس. انا نص نص بس عشان انا بحبه فبعديله يعني. بس انا اكتر حاجه بتاخد وقت معايا في الميك اب الابشر. افضل ادمج وازود واحط واعمله لحد ما ابقى راضيه تماما عن الموضوع. صح. بدات امتى؟ ميك اب فيديوهات من 3 سنين. بس اول ما بدات ما كنتش بطلع بوش. كنت بنزل رسم. وبعدين قمت ايه هوبا بقى طلع. بس صراحه من الفيديوهات اللي يعني ايه يعني لما وريتها لاصحابي افتكرت ان هم هيتريقوا فقالوا لي احنا شايفين انت ما كنتيش مرتاحه بس الكواليتي بتاع الفيديو كان حلو. صح. بعكس ان الفيديوهات بعد كده كانت الكواليتي قلت معرفش ازاي الاضاءه وحاجات كده يعني. ايوه فرجعت اركز تاني. بس انا كنت شخصيه غريبه. هو الواحد القعده اللي قدام الكاميرا ليها رهبه حتى لو انت وممكن ما تنزليهوش بس انت متوتره لسه. بالظبط. فلا كان 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 صعب الصراحه. انا عملت فيديو للكونتور ما كنتش عيد لان انا ما بعملش مونتاج ولا بعمل اي حاجه. اوكي فبتضطري ان انت تعيدي الفيديو من اول وجديد. يا شيخه والله انا ما بعملش مونتاج. بتعمليه من اول وجديد؟ كنت بقعد اوصل لثلاث اربع دقايق تخيل ترجعي تعيدي وفي افيهات بقى بتطلع انت مش لو خلاص لو كررتيها تاني مش هتطلع حلو. ففيديو الكونتور ده انا كنت قايله مش لو اتلخبطت في اي حاجه هسيبه زي ما هو. هو اساسا بيتكلم عن كل حاجه غلط. اوكي فهسيبه. بس ما صورتوش كذا مره؟ لا ما صورتوش كذا مره. بدات بس حطيت الخطوط قبل ما ابدا. اوكي عشان افتح الكاميرا اقول لهم ما تتخضوش انا مش مضروبه ولا مخبوطه. اوكي انا عامله كونتور. هستخدم اللون البيج دوت تحت العين. ورجعت حطيت اللون الاخضر ده تحت عينها بفرشه فلات وحطيت لها كحل اسود جوه عينها من سيبل. ورسمت لها ايلاينر من ذا بالم. دلوقتي هعمل لها كونتور وهستخدم باليت نيكس وهستخدم اللون ده. واستخدمت لها بلاشر من ذا بادي شوب. بعدين هستخدم لها الهايلايتر اللي في الباليت دي وهرش قبليه مثبت ميك اب. يلا العينة. وانت داخله البسين. بعدين استخدمت لها ماسكارا من اسنس. وبكده نكون خلصنا الميك اب. حطينا لها رموش غير معروفه الملامح. جابتهم من الطفايه تقريبا ولزقناهم بلزق ديو. وحطينا لها روج من فلورمر. هسيب لكم كل الاسامي ودرجات كل حاجه تحت في الديسكربشن بوكس. وعايزاهم يعملوا لك فولو على الفيسبوك ولا والله براحتكم. هسيب لكم الاكونت بتاعها بتاع الفيسبوك برضه اعملوا لها فولو. بتعمل فيديوهات
ظريفة، كنت بعمل فيديوهات ظريفة وقولوا لها هترجع تاني، بكتب ستاتس مالهاش اي 30 لازمة بس كده. فقولوا لهم انت حافظه النهايه بتاعتي ولا طب حافظه البدايه عشان اديكي اي حاجه؟ النهايه لا، اللي هي لو عجبكم الفيديو ايوه تنسوش تعملوا له لايك و سبسكريبشن، سيبوا لي كومنت برايكم. لا كتير. طيب خلاص، تنسوش تابعونا على السوشيال ميديا بتاعتنا على فيسبوك وتويتر انستغرام وسناب شات. اشوفكم الفيديو الجاي. باي 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 باي. بس انت مش محتاجه عدسات. انا قلتها كتغيير يعني بس جبنا واحد ونسى الهاسكي. تصدقي كان نفسي ابقى الناس بتعرف تعمل. انا كنت برضو بدخل حمام الكليه كان الاقي واحده عملت ازاي وخرجت خلاص عيني ورسمت ورسم الاي لاينر اخطر مرحله بالنسبه لي. بس انا الصراحه انا مع الشعر الاسود. ليه بقى؟ عشان في حيوان احنا بنعذبه في حياته علشان ناخد شعره ونحطه. هو ده حقيقي؟ ايه ده بجد؟ ده حقيقي أيوة. يعني ايوه حقيقي طبعا. اللي هو الحصان ده بياخدوا شعره، حيوان المينك. اصل لو احنا مش شاريناهوش غيرنا يشتري. بس انا يعني مش هساهم في حاجه زي دي. بس انا في ناس ما بتحبش الحيوان فبتقول لك قشطه عادي يعني. انا بحبهم يعني حيوانات ابخاف منهم كلهم طبعا عدا الكلب. بس طبعا ضد ان اي حيوان يتعذب يعني. شوفي مدى كرهي للقطط. بس مستحيل مثلا بياخدوا شعرها يقعدوا ينتفوه علشان يعملوه لك رموش. لا والله لا. في الفيديو بتاعك لما بتقولي بمسك الفرشه كده دايما امسك الفرشه قبل ما اعمل افضل اعمل كده ايه قدام المرايه يعني ببقى عارفه خلاص ان انا يعني الواحد ايده ما بتبقاش تقيله في الدمج. بس من ساعه ما شفت الفيديو وهو معلق معايا فبمسك الفرشه بقعد اعمل ازاي قبل ما ابدا. لا بس انا بقول لك انا ما بستحملش حاجه في عيني. ده واضح. انا بحب ادعك عيني وانا قاعده. انا كنت كده الاول بعدين خلاص بقى بتتاقلم. كانت مشكلتي مع الفاونديشن يا بعد امسح على وشك كده كتير. وما زلت بتروحي يا دوب بالماسكارا. ايه ده حسيت اللحظه ان انا في مصر. دي ازاي بقى هي دي؟ وانا مش عارفه ربع ثقه واحده نازله مش دامجه الكونتور. والله انا مش من هواة الكونتور يعني. انا مع حاجات بسيطه فاهمه. بس اللي هو النحت اللي بيحصل ده انا مع. لا هو بغض النظر طبعا عن خطين جرينتش بيبقوا في الوش من غير بجد سواء في المناخير او هنا. ليه لحظه الايلاينر الواحد بيجيله سرير ضحك؟ لا ما يعني بيحصلش. ما بيحصل. بس انا بلاقي الناس كلها جايه تكلمني في اللحظه دي مستنيين رد. لا انا عندي اخواتي أنا مثلا بحط لهم ميك اب بيرفكت وانا لبس البيت. اوكي عشان كده الواحد لازم يحط ولا لابس. لا بصي بقى انا اخواتي بيعملوا ايه، احط لهم ميك اب اوكي ونيجي لحظه الايلاينر ما اعرفش هم بيبصوا لي بيضحكوا يعني. انا اللي بعمل لهم يعني وهي قاعده بتضحك وانا بعمل لها عشان انت عامله لها كده فهي بتقعد تبص لك بقى. ده واضح ده فعلا. اما لما تيجي تعمل لي حواجبي بضحك وهي تبقى متعصبه معرفش ليه. عشان محتاج دقه. نزلي اجريسيف قوي جدا كلنا. يا وانا برسم الايلاينر الصبح فيفتحوا باب الاوضه على المرايه جنب الباب. صباح الخير. انت ما بترديش الصباح ليه؟ برسم ايلاينر يا جماعه. محدش مدرك صح؟ محدش مدرك اهميه الموضوع. صباح ايه دلوقتي بس؟ واكتر حاجه تبقى مريحه وقت نشيل الرموش واللينسز. لا اللينسز دي انا في الشارع بقوم ما هي مصدقني. اركب العربيه خلاص اخويا اركب العربيه قوم شايلهم نسوق بقى والله العظيم بحس بكل مشاكل الدنيا اتحلت. ما اعتقدش في مشاكل اكتر من الرموش واللينسز مع بعض. الرموش واللينسز صح. والكعب لا ما بلبسوش فما اعرفش عنه حاجه. اوكي لا انا ده برضو من احدى الحاجات. انا رجلي عامله تعاقد يعني مع السكتش. هي تكوني خارجه خروجه فستان ضيق وكعب ورموش ولنسز. صح. الفرح لسه. كنت في فرح خلاص انا حسيت ان هو لازم يبقى في حرب النهارده. في حرب انا جاهزه للمعركه. الكعب يعني بوز الكعب في ظهري مع انه اساسا والله شفتي؟ والله ما يعدى 3 سنتي كده بس هو ما اعرفش فيه ايه. لا انا لازم انا عشان بس هو كان رفيع يبقى انت مش متعوده. 3 سنتي دول بالنسبه لي كانهم كنت تعمل كده
كده. ماما تقول لي عندك ايه بري 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 ما اعرفش بري بري يعني ما اعرفش او جوي جوي هو حاجه بتمشي تخلي رجلك تعمل كده فهي بعينها بتشوفها بري بري ما اعرفش عادي يعني بتالف مرض ولا هو معروف ولا ايه بري بري حد يعرف حاجه عن البري بري لا انا ما اعرفش بصراحه بس هم لو حد عارف يبقى يقول لنا بقى بالظبط هستخدم لها فاونديشن ماشي يا لوف تمام هي المكالمة دي تطلع في الكواليس تطلع في الكواليس هفضحك مين فيهم المرطب كلهم شوفي كلهم مين فيهم اللي بتحبيه اكتر ولا اي حاجه مفيش حاجه انا فاهمهاش الدكتوره قالت لي مقمناني من المرطبات بس انا بحط ليه عشان بيقول لي سيبي وشك يتنفس ده انا زهره ولا انت جيتي بس في انت جيتي معانا في الكواليس بس عادي قشطه عملت احنا ريكوردنج دلوقتي خلاص فعلا يعني كل ده كل ده ان شاء الله يبقى في الكواليس ايوه صح انا بنتظر لحظه الكواليس دي ده كلنا بننتظرها والله